خير ما يغلبش كما كانت المباراه ديال ليبيا. راه كي جاك مباراه ليبيا حتى علاقه ما نكذبوش على الله. شنو كنتمناو ان شاء الله يربحوا لحقاش المستوى اللي كيظهر به ماشي المستوى اللي كنتسنى واللي كيتسنى الشعب المغربي كامل. التغيير ديال اللاعبين صافي حنا جينا نشوفوا حاليا كتشوف يمكن جوج ملاعبيه اللي فايت شفناهم اللي باقي خصنا نسولوا شكون هما شنو سميتهم في كيلعبوا هذا هو اللي نقدر نقول لك وكنتمنوا بالتوفيق وكنتمنى لهم التوفيق وباريس ضد وجده ان شاء الله كان الجمهور حتى حنا ان شاء الله غنكونوا عند الحضور وان شاء الله نكونوا نتمنى نكونوا على حسن الظن.